السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله هنكمل ببناء طبعا صفحات الداتا والكنترولر بالنسبة لتطبيق الدليفري، تحديدا الأوردر. طبعا بالدرس السابق وصلنا لهون. طبعا هلا هنعدل فقط يوزر اي دي للدليفري اي دي مبدئيا، كون احنا عم نتعامل مع دليفري وليس يوزر، فيفترض التسميات تكون طبعا منطقية. تمام. وبالنسبة للأرشيف داتا في عندي مشكلة هون مثل ما شايفين عم تظهر بالنسبة لللينكات، وهذا شيء طبيعي، فنحن حنعدل على اللينكات بهذا الشكل. طبعا حنعدل أكيد على اسم المتغير delivery ID تمام بهذا الشكل. طبعا هون الديتيلز أكيد ممكن نقول details order تمام بهذا الشكل. طبعا عم نرسل الـ ID الخاص بالأوردر وهذا ما بيتغير. بهذا الشكل تقريبا بنكون أنهينا الداتا. نتجه هلأ على الكنترولر لنشوف كيف حنتعامل مع هذا الموضوع. الكنترولر هي صفحة بسيطة جدا مثل ما شايفين، فيها الداتا، فيها الستاتس ريكويست، فيها طباعة الأنواع، جيت اوردر طبعا حيروح يجيب لي الاوردر بناء على ايش يا شباب؟ بناء على الدليفري اي دي، صح ولا لا؟ هلأ بالنسبة للاوردرات اللي بتكون بانتظار الموافقة فهي ما بدها اي متغير، فبالتالي انا حشيل هذا بشكل نهائي، مش بحاجته اطلاقا. تمام بهذا الشكل. فبعتقد الصفحه الى حد ما بتكون بهذا الشكل خالصه. بعمل كوبي، بعمل هون accepted تمام دوت دارت بهذا الشكل، في بهذا الشكل. طبعا ننسى نحدد انه هاد كنترولر عشان يكون طبعا التنسيق افضل، يكون الكود أوضح بالنسبة لنا أو بالنسبة للشخص إذا سلمنا الكود لواحد تاني عشان يكون فاهمه. طبعا هون حنحدد نحن أول شيء الأوردر بيندينج كنترولر، الثاني حيكون الأوردر أكسبتد كنترولر بهذا الشكل تمام. طبعا هون حنبدل أيضا بهي، يعني شوفوا نحن هون عم نستعمل الأوردر بيندينج لأن احنا عايزين نستعمل الـ accepted اوكي بهذا الشكل. فخلينا نرجع لل طبعا accepted controller، فحنعدل هاي في بهذا الشكل. طبعا هاي حنعدلها كمان order accepted data. طبعا اخر شيء بنعمل import عشان نحل هاي المشكلة تمام بهذا الشكل. حلو كتير. طبعا هون طباعة انواع الحالات، وهون طبعا مثل ما شايفين يا شباب في مشكلة عندي، بناخد هذا المتغير لأن احنا طبعا بدلنا من بيندنج لاكسبتد. طبعا داخل الجيت داتا في بحاجة انا الدليفري اي دي، واللي طبعا هحصل عليه بسهولة من خلال الشيرد بريفرنس. فممكن اقول ماي سيرفيسز دوت شيرد بريفرنس دوت جيت سترينج اي دي بهذا الشكل ببساطة، يعني نحل المشكلة. وطبعا حيروح يجيب لي الطلبات اللي انا عايزها من صفحة الاكسبتد اوردر تمام. بهذا الشكل احنا بنكون تقريبا خلصنا الكنترولر تمام بهذا الشكل. هلا اخر شيء طبعا احنا لازم نروح نتوجه لوين يا شباب؟ على السكرين لنشوف المشاكل ونبدا بحلها. طبعا هون في مشكله يبدو عندي بهذا السطر، طبعا ديليت، انا لغيت الديليت اوردر فما عاد في داعي لها، مش موجوده تمام. فبتنحل المشكله بمجرد ما اوقف طبعا الديليت اوردر، وطبعا بعدها اكيد نقوم بتشغيل البروجكت بعد ما حلينا الاخطاء، ونشوف هلا كيف حنبدا بعمليه التصميم او الربط. بعد ما اشتغل عندي الابليكيشن بهذا الشكل هنتوجه نحن لليو اي، هنروح تحديدا للبندنج الصفحه هاي تمام. طبعا نحن بالهوم سكرين يا شباب هنشوف نحن شو هي الامور اللي عم نعرضها، يعني نحن الصفحه نحن موجودين فيها حاليا شو هي بالواقع. طبعا لنفهم هذا الشيء لازم نروح طبعا مباشره للهوم سكرين. طبعا هنقفل الداتا عشان ما نتلخبط، وهنقفل الاوردر مبدئيا، وهنروح للهوم سكرين، وهنروح طبعا لنشوف الليست اللي عم نعرض على اساس البيج. شايفين في عندي الهوم بيج، الهوم بيج هي عمليا صفحه فارغه ما فيها شيء تمام، يعني عمليا هي صفحه لا تحتوي على شيء، فانا مش عايز هي الصفحه اطلاقا. فبالتالي انا بالبدايه هون انا عايز الاوردر بيندينج هي تكون الصفحه الرئيسيه بهالحاله تمام، هي الاوردر بيندينج. فرح اروح اعدل على هي مبدئيا تمام. طبعا ايضا بحاجه صفحه ثانيه واللي هي طبعا الاوردر ايش يا شباب؟ اكسبتد، ولكن اوردر اكسبتد لسه ما عملتها انا، فمبدئيا حاتجاهلها تمام، بس اعتمد على الاوردر بيندنج. طبعا حنعمل هوت ريستارت ونروح على الاوردر بيندنج ونعمل حقن للكنترولر ونشوفه انه محقون ما في اي مشكله.
ولكن طبعا هون شوف كيف عم تظهر الصفحة عندي. هلا هون في مشكلة، أنا عم بستعمل بهي الصفحة سكافولد، وفي سكافولد أصلا مستعمل للصفحة الرئيسية اللي هي الهوم سكرين، كونه إنه واحد ما في داعي أعمل كل صفحة سكافولد، فأنا بحشيل تمام السكافولد كامل مع الآد بار بهذا الشكل، يعني أفضل هيك بصراحة بكتير. طبعا نعمل هود ريستارت. هلا بجوز يقول لي مثلا الصفحة غير موجودة، مثلا عم يتصل فيها شايفين 404، يعني الصفحة غير موجودة عموما. طبعا لحل هي المشكلة أكيد بالفيل زلة مباشرة حنتوجه لنرفع الصفحات اللازمة. لازم نحن نرفع الصفحات، حأتأكد بالبداية إنه أنا رفعهم ولا لا. لو رحنا للإيكوميرس، لو رحت أنا للدليفري على سبيل المثال، رحت على الأوردر، طبعا بنلاحظ هون إنه في عندي بيندينج دوت بي اتش بي. طيب شو المشكلة هون؟ خلينا نروح على هذا الكنترولر ونروح طبعا على هي الفانكشن الخاصة بالداتا، نتأكد من اللينك إذا صحيح ولا لا. خلينا نروح لإله مباشرة. طبعا مثل ما شايفين السيرفر، اوكي شايفين دليفري، وانا حاطط دليفري مرة تانية، هي مسببة مشكلة الحقيقة، فانا ما في داعي اضيف هون دليفري. مش منتبه اني انا اصلا ضايف الدليفري على المتغير اللي اسمه سيرفر، تمام بهذا الشكل ما في داعي له. نعمل هود ريستارت نشوف هلا شو راح يصير عنا. طبعا قال لي فارغ، وهذا الشيء ممتاز. ليش فارغ؟ لان انا عمليا ما عندي ولا طلب، حالته 2 حاليا، يعني الستاتس بتاعه 2. لنعمل التعديل اللازم حنروح نفتح قاعدة البيانات الخاصة بمشروعنا الإيكوميرس، ونعدل على طلب من خلال الماي سيكوال ونخلي حالته 2 لنشوف كيف حيظهر عنا، نتأكد من الأمور تمام. على سبيل المثال هذا الأوردر خلي حالته 2 وليكن مثلا، تمام. وبنرجع بنعمل هود ريستارت هون، تمام بهذا الشكل. فبنلاحظ انه ظهر عندي الطلب فعلا بهذا الشكل، وكتب لي هون ready to pick up by delivery man، اوكي جاهز للتسليم لعامل التوصيل. هلا بالنسبة لعامل التوصيل، الطلب اللي حيظهر هون اصلا هو اوتوماتيك حيكون بهي الحالة، اصلا ما رح يكون غير بهي الحالة، فما في داعي انا اظهر له الاوردر ستاتس بهي، يعني عامل التوصيل ما في داعي اظهر له اصلا الاوردر ستاتس، تمام؟ لانه هو اكيد لما بيكون بصفحة البندنج اكيد كل الطلبات بانتظار موافقته، يعني عرفتوا كيف؟ فما في داعي هون اطبع الاوردر ستاتس اطلاقا اطلاقا، ما في داعي اطبعه. هي نقطة كتير 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 مهمة. طبعا حنكتفي بهذا القدر لهذا الدرس عشان وقت الفيديو ما يكون طويل، بتمنى يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو واشتركوا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.